طيب السفير محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا، ونطمن على بعثه نادي الاهلي. سياده السفير مساء الخير. مساء الخير كابتن ياسين. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. يا رب النهارده يوم هادئ بعد ظهور المسحه السلبيه لكل فريق النادي الاهلي، وتعبين دايما حضرتك في الاطمئنان على النادي الاهلي، ونشكر حضرتك بالاهتمام بالبعثه والتعب الكبير جدا معاه. شكرا جدا يا كابتن سيف. وده طبعا زي ما يعني اتكلمت مع سيادتك قبل كده انه دي احد المهام الاساسيه للبعثات الدبلوماسيه في الخارج، وتقديم يعني كل الدعم والتسهيلات للفرق الرياضيه المصريه سواء المنتخبات الوطنيه او الانديه المصريه التي تشارك في بطولات يعني قاريه او دوليه. الحمد لله النهارده اليوم الاخير قبل المباراه، يعني ابتدى يمكن مؤتمر صحفي صباح اليوم شارك فيه المدير الفني للنادي الاهلي، واكد فيه على يعني جديه اللاعبين وحرصهم على تحقيق الفوز والعوده بالنقاط الخلاص، واشار الى يعني مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ويعني تعود اللاعبين على خوض مباريات يعني قويه في فترات زمنيه قصيره، قضوا 3 مباريات في 9 ايام ثم الفوز على النادي الفريق السوداني. فمعنويات اللاعبين الحقيقه يعني مرتفعه، ورغبه في تحقيق الفوز مع خالص طبعا التقدير لامكانات وقدرات يعني نادي سيمبا. النهارده قبل المران الرئيسي كان في محاضره للمدير الفني مع اللاعبين، اكد فيها على وشرح فيها عناصر القوه في والضعف في الفريق سيمبا التنزاني، ويعني اتكلم على خطه المباراه ان شاء الله الساعه 3 بتوقيت القاهره، محاضره كان في مران رئيسي من النادي الاهلي على استاذ بنجامين مكابا الذي ستقام عليه المباراه. استمر حوالي ساعه، كان يعني عباره عن بعض تدريبات بدنيه وتاثيرات بالنسبه للمباراه الغد. الحقيقه درجه الحراره النهارده كانت يمكن اخف شويه من يومين السبت والحد، كانت في حدود 28 29 درجه مئويه، ونسبه الرطوبه كانت في حدود 60 65%، فكان يمكن الاداء كانت افضل، وبالتالي كان حتى اداء اللاعبين افضل من اليومين الماضيين. يعني فعلا درجه الحراره بالامس خاصه كانت مرتفعه للغايه مع نسبه الرطوبه، الحقيقه كانت عاليه. بدأ في التدريبات يعني حرص وجديه كبيره من اللاعبين ورغبه في يعني تحقيق الفوز والعوده بالنقاط الثلاث. ايضا كان في اجواء تفاؤليه النهارده بعد ظهور المسحه، يمكن كانت بحدود الساعه يعني الواحده والنصف بتوقيت القاهره، والحمد لله يعني رئيس البعثه اعلن انه تلقى خطاب رسمي من جميع المساحات السلبيه، وبالتالي كل اللاعبين مؤهلين لخوض المباراه بدون اي قيود. كان في النهارده الساعة 6 مساء بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت دار السلام، اجتماع فني لمناقشه كافه الترتيبات والاجراءات الخاصه بمباراه ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. الحقيقه يا فندم انا يعني ببقى سعيد جدا 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 بمداخله حضرتك، وناس كتيره جدا من مشاهدينا امبارح يعني بلغوني ان هم بيشكروا حضرتك جدا. انا ما فيش سؤال او ما فيش اجابه، انا ما بسالش اصلا، بس ما فيش اجابه اما حضرتك بتخلص ما بلهاش تفاصيل التفاصيل. شكرا. بشكرك سياده السفير، بشكرك يا فندم، واسفين على تعب حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، وتحياتي لمشاهدي القناه الكرام. شكرا جزيلا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ويعني شكرا جزيلا لسياده السفير. واعتقد ان يعني دايما الحقيقه الراجل ما بيخش معانا بيبقى مجهود كبير جدا جدا وادق التفاصيل. دايما على فكره سفرائنا في كل حته في كل مكان بيبقوا اي بعثه للاهلي اي بعثه للزمالك الامور بتبقى ماشيه على ما يرام. بشكر كل سفرائنا الحقيقه في كل مكان. طيب